اخبار اليوم. المسلسل السنه دي كان فيه مشاهد صعبه وكان فيه ماستر سين كتير، عايزين نعرفها ده اولا. ثانيا عايزين مود معمول حلو قوي زي المشهد بتاع تكسير السور، المشهد بتاع غرق نيلي وهو متنفس، مش جرافيك بس اكيد في مشاهد تانية عايزين. ما المشاهد اللي فيها صعوبه التكنيك يعني، طبعا المشاهد تحت الميه، نيلي لها مشهد تحت الميه بالديكور كله بينزل تحت الميه، انا عندي مشهد تحت الميه بس من غير ديكور، بس هو تقريبا لسه ما ظهرش اعتقد. وزاد بقول لك زي ما قلت قبل كده ان وجود درجه ارتفاع درجه الحراره وانت بتمثل على ان انت في الشتاء وبتلبس لبس تقيل، ده في حد ذاته ده بص واحد ساعات ما بعرفش يكمل نفسه وهو بيمثل، دي الصعوبة. عشان كده برضو ما عدناش بنمثل في الاستوديوهات كتير زي الاول، وده في حد ذاته مرهق للممثل، بس احنا عندنا طول عمرنا بنغزل بقيت حمار، بلاش رجل حمار، بقيت حمار يعني. الممثل بيشتغل في اصعب، مفيش حد في العالم بيشتغل في ظروفنا على فكرة خالص، بس ده طبيعي كمصريين، ده طبيعي. حتى اللي جم اللي كانوا شغالين في بلادهم قبل كده وجم مصر اتعودوا، قال لك هو النظام كده اوكي، قال لك ده السر بقى اللي خلى مصر يلود الشرق، يعني انك المفروض تصور 8 ساعات او 10 ساعات او 12 ساعه، لا انت بتخلص 14 ساعه. وساعات في ناس السنه دي، مش انا مش احنا طبعا، بس السنه دي انا شفت ناس بيصوروا بال 24 ساعه، طب ده هلاك يعني، وضد فكره التمثيل نفسه. استخدام الفيجوال افكت او المؤثرات البصريه ده ساعد بنسبه قد ايه في المسلسل؟ شايف ان هو فات ولا ضر ولا شايفه عامل ازاي؟ احنا معانا مخرج مبدع، بس هو اقتصادي يعني، بمعنى ما بيستخدمش الجرافيك او الحاجات دي كحليه او ابهار، هو بيخدم مشهده. انت عندك مشهد في حد بيرجع عنده حاله نفسيه وبيحلم، فعنده مبررات للاستخدام ده، وهو شاطر فيه ومقدمه بشكل الناس كلها يعني. من اول اعلان نزل للمسلسل انا نفسي اطمنت على كل الجرافيك اللي هيتعمل من اول اعلان، اللي هو سحب من الصور والهليكوبتر، وعمل رد فعل حتى في الوسط يعني. تقريبا اول مره يتعرض ميكنج اوف لمشهد دراما كان في المسلسل بتاع كسوت. طبعا شركه الانتاج سعيده بانها بتعمل شكل او بتبذل مجهود من حقها انها تفتخر بيه وتقدمه، خصوصا كمان ان بطلة المشهد نجمة في حجم نيلي يعني.